كبرت فيها وهي صغرت بشبابي وبعيشة الحلوة وشايفة حالها فرفورة قدامي. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. أنا العمر بنظري ما بيأثر. ليه ما بيأثر؟ لأنه في عندك كتير ناس بيتجوزوا بأعمار معينة، يعني كان جوزوا بالخمسة وعشرين هي بالعشرين، بعد فترة صغيرة بتشوف في طلاق بيناتهم، في انفصال بيناتهم، بيكون عندهم أولاد. يعني أنا بلاقي الإنسان إن كان جوز بالخمسة وعشرين واخد مرته بالعشرين أو كان جوز بالخمسة وثلاثين واخدها بالخمسين، هي ذاتها ذات الشيء. صاركم قد ايه مجوزين؟ قلنا سنتين ونص. بعدك عريس طازة؟ ايه. يعني بعد ما لحقت تحكي تشوف بعدين اذا شو بصير؟ لا 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 انا من وقتها ما تعرفت كنت حاطط انه خلص انا هيدا الانسان اللي بدي اعيش معه كل حياتي. مع مجدة. مع مجدة. بعد سنتين ونص زواج انت كبرت او هي صغرت؟ انا كبرت فيها وهي صغرت بشبابي وبعيشتي الحلوه وشايفه حالها فرفوره قدامي. كيف تشوفها انت اليوم؟ انا بشوفها باميلا اندرسون، بشوفها بريجيت باردو، شوفها مجدة الحلوة من قلبي عن جد. وعن جد أنا احترامي لكل نسوان العالم ولكل أمات العالم، يا ريت كلهم مش عم بعطي مثل أبهيات أو شيء، يا ريت كلهم نفسيتهم مثل مجدة، ويا ريت بيعيشوا رجالهم مثل مجدة، ويا ريت بيكونوا حياتهم حلوة مثل مجدة. كيف بتشوفها اليوم لمجدة؟ أحلى من سنتين ونص القبل. بشوفها بعد فيها الحياة الحلوة، بشوفها حياة عمري. أكثر من هيك؟ خلص. لك ما راح أحكي، استقبلوا معي مجدة. بونسوار. بونسوار مجدة. مجدة زيادة بونسوار. سمعت الغزل اللي قال لك إيه روميو؟ سمعته. استقبلك بهالشعر، كيف رح تدي له الغزل؟ غمزة؟ هاي لا هي يمكن شوي الكاميرا بتخلي الواحد هيك يتلبك ويستحي، بس فعلا استاذ مالك حياة حلوة نحن عايشين. مجدة بيعتبرك جان يوم بعد يوم، أكثر حيوية يوم بعد يوم، مش عم بشوفك أصغر سنا يوم بعد يوم، أنت يوم بعد يوم كيف عم بتشوفي لروميو؟ عم بيكبر. عم بيكبر بالعمر. بالعمر بالعمر. شو فهمت أنت؟ لا عم بيكبر هو ناضج. ناضج. بدك تشوفيه أكبر أو بدك تشوفيه أصغر؟ لا مثل منه. يبقى مثل منه. مجدة أول ما تعرفتوا على بعض عشتي هواجس اللي كل امرأة بتعيشها لما بدها تتجوز شخص أكبر منها؟ لا. أصغر منها؟ لا. أبداً؟ أبداً. مين طرح فكرة الزواج؟ هو. هيك من باب للطاقة دغري؟ دغري شفتها عند ناس قرايبي وبالصدفة قلت رحت على البيت نمت، فكرت على المخدة إنه يا عمي هذا الإنسان اللي أنا عم فد، يا ريته هي الإنسان أصغر شوي تجيب لي ولد بس، هي الفكرة وبس هي الفكرة. اما ما بقى قلت هيدا الانسان اللي بدي اعيش معه. لما طرح عليك فكره الزواج دغري جاوبتي او طلبتي وقت للتفكير؟ لا طلبت وقت. بشو كنت بدك تفكري؟ بدي افكر بكل شيء، كنت انه انا اكبر منه مش رح اجيب له ولد، وهالشيء طرحته عليه وهو قال لي ما بيهمني الولد بيهمني انت. شو قالوا لك اهلك؟ محيطك، أصحابك، أصدقائك؟ هلا أهلي كانوا معارضين بس أنا حرة. ليه عارضوا؟ عشو استندوا لي؟ قالوا لك شو كان حجج الأهل؟ قالوا لك إنه كانوا معارضين؟ إنه أصغر منك. عم بتنهد روميو، رح أعرف هي صرت نهيدته شو هي. إيه بس إنه هيدا هو مجدة شوي وضعها المادي منيح، وعنا بلبنان أنت عايش ببلد أصلاً السرسرة فيه المرتبة الأولى، وعيش ببلد بياخدوا الفكرة أنه هي هيدا الشاب بده ياخد هاي الإنسانة على مصرياتها أو بده ياخدها على بيتها أو بده ياخدها لأنه تما هو يشتغل ويقعد وهي تعايشه. وين غلط إذا هيدي... كنتم متفقين أوكي. اقتصادياً أوكي. وين غلط؟ هاي فكرة مضبوطة أوكي. ما في غلط؟ كنت أعترف فيها أنه كان في الشق الاقتصادي ممكن إمرأة يمكن لأنه بالنتيجة الإنسان بده يعيش أستاذ مالك يمكن ايه؟ يمكن أنا كنت عم بشتغل بفترة معينة شغل يمكن ما كان لي كثير، اجاني انسان يقول لي ارتاح عود تريحك، بس مش هاي الفكره،
فكرة إنه أنا مبسوط مع الإنسان لأنه بكرة المصاري رح تفل رح تروح يمكن، بس أنا وماجدة رح نضل كل العمر. وأنا بقول على رأس السطح إنه قاعد مع إنسان كتير منيح، ثقته فيي كتير منيحة، عيشته حلوة، أنا بنام الساعة 11، ماجدة بتنام الساعة 3، يعني عندها جو الشباب أكتر مني. ماجدة بتحب تحضر سيني، أنا ما بحب أحضر سيني. في عندك نسوان بعمر 25، يا الله ما قلنا جدي نسهر، يا الله ما قلنا جدي نروح محل، يا الله ويا الله. أما ماجدة عندها روح الشباب، بشهادة مش أنا، بشهادة المحيط اللي نحن عايشين فيه. وأنا بيتي مبسوط ببيتي، مبسوط بين قرايبي اللي هن بيحبوا ماجدة واللي كمان حكيوا بكو. شو قالوا بكو؟ إنه هيدا انقطع نسله، إنه هيدا انقطع بيته، إنه هيدا تسكرت حياته، إنه هيدا. لا يا عمي، أنا يا ما بشوف شباب كبار مع أهلهم لبطط بيلبطوا بيهم وأمهم وبيروحوا وبيفلوا، لشو ساعة البي والأم؟ أما أنا مبسوط أنا وماجي. يمكن لو أخذ بنت عمرها 20 شو لقيت عن ماجي؟ ما لقيت عن بنت لعمرها 20 اللي أقرب منك لعمرها 20 بموضوع التفكير والتطلعات. هاللي عمرهن 20 و25 أستاذ مالك، هو جايين يتسلوا بهيدا الأيام. احترامي لكل البنات، أنا بحترمهم وبجلهم. وأكيد ما في عن عمم. على راسنا وعيننا. ما بيجوا تيتسلوا، ويمكن هلا واخذ بنت عمرها 20 كانت يمكن عملت حادث، يمكن ما جبت لي ولد، يمكن كانت عملت لي حياة جهنم ما بعرف، يمكن أنا ما كنت معها مزبوط صح ماشي بالعلاقة مزبوط. فبقى كله هيدا بيأدي لأنه تفكر بالحياة. وأنا بعدين بأوروبا مثلا بأمريكا بيكون الواحد ما بعرف قد ايه عمره، بيتجوز مرة ما بعرف قد ايه عمره، وبيعيشوا حياة كأنه المجتمع بيتركهم جون. أكيد هون شو بتسمع من المجتمع؟ هودي كتير اللي شو بيقولوا؟ أول شي بيشوفوكي واو ليك يا ديعانو، يا الله حرام زهرة شبابه، يا حرام يا ديعانو دماش كيفو أخد هاي؟ شو أخد هاي الإنسان الأكبر منه اللي بتطلع قد أمه قد أخته قد سته؟ واحد قلت له حبيبي، واحد راب بدقنه وتاني تعبين فيها، أنت ما عندك مرة مهضومة وحلوة وعايشة معك؟ إيه اللي قلت له فإذا خلص حط خط أحمر وعيش مع مرتك، تركني أنا. أنت بتقولي رأيت ماجدة أصغر؟ قلت أول مرة قبل ما أتجوز. مشان الإنجاب، مشان مين بضحي أكتر، الرجل أو المرأة؟ اثنيناتهم، اثنيناتهم لازم يضحوا مع بعض، لأنه اثنيناتهم حبوا بعضهم. وإذا بده يكون في تضحية من شخص واحد بشع. بين ماجدة وروميو مين بضحي أكتر؟ اثنيناتنا، لأنه نحن اثنيناتنا فرد شخص، بعلاقاتنا بالمجتمع بحياتنا. بشو مضحيين؟ مضحيين إنه قاعدين مع بعضنا مبسوطين مع بعضنا، هي بدها تضحية. بدك تضحي تعيش مع شخص أكبر منك، عقلك غير عقله، تفكيرك غير تفكيره. بعدين بالنتيجة في ثقة، والثقة إذا كانت بين اثنين، أنا بلاقي الإنسان اللي بيقعد مع مرته من عشية وبيغنجها وحياتي وبتقبريني وأمور وياي والله، وتاني يوم بيطلع بالفواتير تبعوله وبيروح على الطريق. أنت بتغنجها؟ إيه؟ أما بتغنجها، لكن ليه عم تنتقد الناس اللي بيغنجوا نسوانه؟ عم بنتقد اللي بيقول لك ليه تجوزت انت هيك انسانه؟ ما انت متجوز من عمرك واصغر منك وعم بتخون.